طبيبون طبيبون لا خطر لا وجوع يا دبون يا دبون للإدماج مطالبون. رانا اليوم في وقفة سلمية أمام مقر الولاية. إحنا أصحاب العقود المنتهية بيدو دايس تابعين لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. سيد الرئيس، قلت فيما ماذا ولا فيما سبق أنك لن يظلم أي جزائري. نحن من أبناء هذا الجزائر أو من أبناء هذا الوطن. لقد عانينا كثيرا من كل تعرضنا لكل انواع الظلم من تهميش اقصاء وبطاله. سيد الرئيس، ايعقل ناس تخرجت الا العام اللي فات راهي تخدم وتناولنا سنوات عديده رانا ما زلنا قاعدين؟ لهذا سيد الرئيس نناشدك ان تنصف هذه الفئه المظلومه وذلك عن تحقيق العدل والمساواة اللي تكلمتوا عليها في الدستور تاعكم. ولنا مطالب مشروعة تتمثل في إعادة فتح العقود وتحويلها إلى وكالة التشغيل، لأنه لهنا رانا نلاحظوا باللي الناس عندها كملت 2019-2018 راهم ماكي في الإدماج، وإحنا رانا على حسب الأقدمية وعلى حسب الخبرة رانا نعانيو من شبح البطالة. يعني هذه الفئة المهمشة راهي حقيقة في ضياع تام، ولهذا نطالب الإدماج حسب الأقدمية وحسب الخبرة وكذلك إلغاء سن 35. حنايا تظلمنا من طرف العصابة، نورمالمون حنايا اللي نورمالمون نحن اللي نكونوا في بلايصنا. كاينة ناس خدمت دايس خدمت أكثر من 13 سنة 14 سنة، وكاينة ناس بيد خدمت عامين في تظلمنا. جاو أخرين دخلوهم جدد هما اللي حيقيسهم الادماج، وحنا يحبسونا العقود تاعنا. احنا الملف تاعنا حاليا راهو على مستوى الوزاره، وحنا نشدوا رئيس الجمهوريه والوزيره انهم يدخلوا باش يفتحوا الملف تاعنا ويعطيونا حقوقنا. طبعا انه يفتحوا لنا العقود وانه يلغيوا سن 35 سنه وانهم يدمجونا على حسب الخبره وطبعا سنه التخرج حسب دفعات الادماج. احنا رانا نندد بهذا التجاهل بهذا الاستغباء. احنا بغينا انهم يفتحوا الملف تاعنا، راهي ماهيش حاجه صعيبه انهم يلقاو لنا حل، لازم يلقاو لنا الحل طبعا وفق اجراءات معينه، لكن طبعا هذا الاجراء يكون ضمن المطالب تاعنا وما يخرجش عن المطالب تاعنا. كما وعدنا رئيس الجمهوريه بانه رايح يسلم المشعل للشباب، وانه وعدنا ونطالبه بالوفاء بوعده.